ويمكن لنا أن نمضي بعد قدما بعد عقود من الحروب والعقوبات والفظاعات، وحيث يمكن لنا نعمل بجماعة لتحقيق الحيوية الاقتصادية والاجتماعية اللتان يستحقهما العراق. وإن رؤيتي كما كانت آنذاك وهي الآن بالنسبة للعراق الذي يقع في قلب الشرق الأوسط، أن يكون قوة لتحقيق الاستقرار وجسرا للتكامل الاقتصادي الإقليمي الأكبر. ولكن فتصاعد التوترات ما بين إيران ودول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية عبر الأشهر الماضية ذكرنا أن طموحاتنا تبقى هشة وضحية النزاع السياسي الذي يخرج عن سيطرتنا والتدخلات الأجنبية غير المرحب بها. نحن إذا ننشد العلاقات الحميدة مع الجمعية، مصلحتنا تكمن في ذلك وليس خيارنا بأن نجرى في نزاع ليس من خيارنا ولا من صنعنا. لو بقي جيراننا وحلفاؤنا في اصطدام فإن ولم تحترم سيادتنا وتستخدم أراضينا كساحة معركة فلا يمكن لنا أن نأمل بتحقيق خطتنا للإصلاح والتغيير. يكون العراق دينا من العرفان للتحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة للدعم العسكري والاقتصادي الذي تم توفيره له في المعركة ضد داعش. إن التحالف العسكري الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية كان حاسما في مساعدة القوات العراقية لكي تخرج منتصرة من هذه المعركة الوجودية. ولكن إيران أيضا اطلعت بدور مفصلي في الحرب ضد داعش، ونحن نتقاسم بعرى الجغرافيا والموارد المائية والاقتصاد والدين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومصالح العراقي وعلاقاته أيضا متجذرة في عمقه العربي. وغني عن الذكر إن تركيا أيضا جارنا إلى الشمال له أثر بليغ على مصالحنا. إن الجيوسياسية العراقية مهمة وحافلة بالتحديات وحيوية، وهو أقل ما يمكن أن يقال عنها. لذلك فليس من مصلحتنا أن نختار التحالف مع أحدهم على حساب آخر طالما أن سيادتنا واستقلالنا محترمان. ولكن لكي يحل الاستقرار في الشرق الأوسط لا ينبغي لأي بلد أن يملي على العراق العلاقات التي ينبغي أن يعقدها. إن سياساتنا ودبلوماسياتنا وعلاقاتنا الاقتصادية ينبغي أن تتحرك بمصلحتنا الوطنية وليس بمصالح الآخرين، وإن سيادة العراق واستقراره ينبغي أن يكون مصلحة مشتركة لجيراننا ولشركائنا الدوليين، ولا ينبغي أن نعاقب لحماية مصالحنا السيادية أو للسعي على تعزيز استقلالنا العسكري. إن النداء مؤخرا من قبل برلمان العراق لسحب أو لانسحاب القوات الأمريكية من بلادنا ليس علامة على نكران الجميل أو العداء، وإنما هو ردة فعل لما يراه كثير من العراقيين على أنه انتهاك لسيادة البلاد. هذه مسألة حاسمة ينبغي أن تسوى عبر الحوار وعبر القبول بأن جوهر هذا الحوار يتمحور حول سيادة العراق واستقراره الدائم. سيداتي وسادتي، أود أن أقول إنه لا يمكن للعراق أن يحقق أمنه وازدهاره ما لم يلقى الشرق الأوسط كأقليم سبيله لتجاوز عدم استقرار أزمنتنا الراهنة ونزاعاتها. إن العنف الذي لم يتهاود والمواجهات أتت بأثرها الوخيمة على معاناة الناس والتي حرمتهم من المستقبل الذي يستحقونه، ولكنني ما زلت أؤمن بأن العراق يمكن أن يكون اليوم محفزا للتغيير الإيجابي. فمنذ زمان بلاد الرافدين بلادنا كانت مهدا للحضارة وبوتقة لمختلف الأديان والمذاهب والأعراق، وقلة من البلدان التي واجهت مآسي الحروب والقمع العنيف
والهجمات الكيميائية بالسلاح الكيميائي والقبور الجماعية والعقوبات وإراقة الدماء الطائفية والعرقية كما كان حال بلادي، وقلة منها ينشد السلام والاستقرار أكثر منا. إنما يجمعنا أكثر مما يفارقنا، وهذا ما علمتنا التجارب المريرة إياه، وأن المحتجين هم علامة إضافية على ذلك، إن وطنيتهم والتزامهم بالعراق هو أسمى علامة على ذلك. تجمعنا نفس الأحلام وتكمن مصلحتنا المشتركة بالتعاون لتحقيقها. بل أهم ما تعلمناه أننا لن نحقق هذه الأحلام ما لم نتوحد وراء هدف وغرض واحد. وهذه العبرة عبرة لإقليمنا أيضا، إذ يتوقف الازدهار على القضاء على التطرف وعلى تعليم قيم التسامح واشتراك الجميع، ويتوقف ذلك على مد الجسور وليس على وصد الأبواب. والأطر الإقليمية للتعاون الأمني والاقتصادي والتجاري والتي توفر مسارا للحوار السياسي وتحصية المنازعات هي ما هو مطلوب. علينا أن ننشد حلولنا الخاصة بنا لمشاكلنا الخاصة بنا. هذا ما يطالب به الشباب العراقيون بعشرات آلاف المتظاهرين السلميين في شوارع بغداد وفي مدن أخرى منذ 4 أشهر خلت. ومن المؤسف جدا والمؤلم وحتى من المخجل أن أعمال العنف من قبل الخارجين عن القانون قد أدت إلى موت أكثر من 600 من المتظاهرين الأبرياء، ومعظمهم من الشباب، وإضافة إلى الكثير من ضباط وموظفي الأمن. وأنا من هذا المنبر أندد بهذه الجرائم بأشد العبارات، وأن هؤلاء المجرمون ينبغي أن يحاسبوا في أقرب وقت ممكن في موجب القانون. إن العدالة والأمن هما أساس الدولة والمجتمع والأمة، والتظاهر السلمي حق أساسي، والشباب العراقيون يتظاهرون لأجل حياة أفضل ولأجل الوطن وفرص العمل وتحسين الخدمات ونهاية الفساد الذي اجتاح وأوبأ بلادنا لوقت بعيد. وأنا أنشد نفس الأمر الذي ينشدوه، إنهم ينشدون أمة عراقية ووطنية عراقية شاملة للجميع ولا تتقسم حسب الهوية الطائفية. هم ينشدون نظام ديمقراطي سياسي يبين هويتهم الجماعية ويعيد لهم كرامتهم. إنهم ينشدون الانتخابات الحرة والعادلة. نحن نشهد تحولا جيليا يبين التطلعات إلى أمر أفضل وأمور أكثر. ليست هذه المسيرة باليسيرة ولا يمكن تحقيقها بين ليلة وضحاها، وإنما نحن نحتاج لإعادة ثقة العراقيين بحكومتهم ولإعادة النظر في قوانيننا ودستورنا لكي نرى كيف يمكن أن نجعلها مواكبة أفضل بصورة أفضل للحمة التي تجمع القادة العراقيين وشعبهم وأيضا لفائدة مجتمعاتنا. وأيضا نحن بحاجة لوضع الظروف المؤاتية لنمو الاقتصادي المستدام ولتوليد فرص العمل لسكاننا الشباب والذين تتنامى أعدادهم بسرعة. إن بطالة الشباب تفشت أصلا وسوف تزداد حدة لو لم نوفر التعليم والمهارات المطلوبة لشبابنا. 65% من العراقيين 38 مليونا دون سن 30. إن العراق فيه أعلى معدل الولادات في الشرق الأوسط، وإن سكانه سوف يتنامى عددهم بمليون سنويا عبر العقد القادم. وهذا الواقع السكاني والاقتصادي لا يمكن نكرانه وتعامل معه فقط بموجب الأمر والوقت الراهن. إن الدولة العراقية التي لا زالت في نعومة أظافرها أو القطاع الخاص العراقي ما زال في نعومة أظافره، ولا يمكن للدولة العراقية أن تقوم بالمهمة هذه لوحدها، وإنما تود له أن يشترك معها. ونحن ندرك أن لهم دور حاسم يطلع به في هذا الواقع. نحن بحاجة إلى بلاد يكون فيها للعراقيين والأجانب الثقة بالاستثمار على المدى البعيد، وحيث يشعر القطاع الخاص بالقدرة.
والتمكين. ولذلك فنحن وضعنا الأسس القانونية والناظمة لحماية المستثمرين وتحرير الأسواق، ولا بد من اجتثاث الفساد على نحو قاطع ولتعامل مع عدم الاستقرار والنزاع. والحكم السديد والرشيد وسيادة القانون ينبغي أن يقوم بناحية الممارسة، وأن لا نتوقف فقط عند استعصاءات الراهن. علي القول إننا استفدنا عبر هذه الأزمنة الشاقة من الإرشاد والتأثير الإيجابي للمرجعية في النجف، وخصوصا سماحة آية الله علي السيستاني، والذي عبر قيادته لنا في أحلك الأزمنة كانت حاسمة وأتى بالعراق إلى بر الأمان وبتشجيعه للتسامح والسلام والإصلاح. وأنا يحدوني الأمل فعلا وأتحدث باسمنا جميعا، وأتمنى له التعافي العاجل من الجراحة التي خضع لها مؤخرا. إن النجف كانت دائما مركز الثقل، أي الذي ينادي بالتسامح والتعايش بين الطوائف، وفعلا فإن دوره كان مهما جدا عبر الأزمنة الماضية. وإن إعادة إعمار العراق وخصوصا المناطق التي تدمرت جراء المعركة ضد داعش تبقى باب الأولوية، وإنما علينا أن نحقق طموحاتنا بما يتجاوز ذلك. نحن بحاجة لمرافق جديدة وشبكة طرق سريعة وخطوط حياة جديدة ومطارات والكثير من الأمور التي ننشدها والتي تحتاج إلى الدعم والرعاية. يعني بلادنا ما زالت في وضع النزاع، وما زلنا نحن نعدد الكثير من المشاريع والإصلاحات التي ينشدها العراق ويحتاجها، وفي حين نركز على إشكالات اليوم فنحن نود أن نولد بارقة الأمل للعراقيين ولما يستحقونه. سيداتي وسادتي، أود أن أترككم مع هذه الأفكار الأخيرة. كما قلت لتوي فإننا نعيش في أزمنة شاقة وصعبة على العراق والإقليم، وأقول لكم إن إعادة الاستقرار إلى العراق وتسوية الأزمة السياسية الجوهرية في العراق وأزمة الحكم في العراق إعادة السيادة وحماية استقلال وقرار العراق السيادي هي ما ينبغي أن تكون الحاسمة لاستقرار الشرق الأوسط بأسره. ولذلك فمن الضروري القضاء على التطرف، وأن يكون العراق بموجب الجغرافيا السياسية أن يكون الجسر الذي يجمع الشرق الأوسط حول مشاريع مشتركة لبنى التحتية وتوريد فرص العمل والتجارة بدل تواصل النزاعات. وأنا إذا أتجول بناظري في هذا الجمع الحاضر أرى أصدقاء وحلفاء كثر يتشاطرون معنا رؤيتنا، و أعرف أن كثير منكم أيضا قد خاب أمله، ولكن العراق ما زال عليه أن يحقق إمكانياته الزاخرة. إن العراقيين ما زال عليهم أن يحققوا الحد الأدنى مما يستحقونه من سلام وحكم رشيد وجودة الحياة اللائقة، ولكي يتمكنوا من أن ينعموا بالموارد التي حباها الله بالعراق. نحن العراقيين نعلم أنه ليس لدينا أي خيار آخر سوى أن نواصل جهادنا، ولكي ندرك أن العراق يمكن أن يخرج من الأزمة، ولكي يحقق العراق ما يطمح إليه وما يستحق العراقيون. هذا تحدي عويص، ولكن أنا أعول على دعم أصدقائنا وحلفائنا لكي نتوخى أن العراق فعلا سوف يعود إلى سلامه واستقراره وسيادته وهو متصالح مع نفسه ومع جيرانه. شكرا لكم جزيل الشكر.